مساء الخير. لما بنسمع عن طالب ضرب مدرس أو شتمه في مدرسة الدنيا بتتقلب، بنلاقي ناس بتطلع وتقول فين وزير التربية والتعليم؟ طب فين احترام المعلم؟ ولازم الطالب ده ياخد أقصى عقوبة والتعليم خلاص باظ. طب لو كان المدرس ده راجل كبير في السن اتهان واتضرب في بيته، واللي بهدله وشتمه قصاد الجيران وقصاد أهل المنطقة كان ولد من ولاده، تخيلوا ايه اللي المفروض يحصل ساعتها؟ ده السؤال اللي بعته لنا احمد الابن الوسطاني لاستاذ فرج مدرس الرياضيات اللي تعرض للضرب والاهانه من ابنه الكبير. تيجوا نسمع الحكايه من اولها ونشوف احمد بعت يقول لنا ايه. اسمي احمد، خريج كليه التربيه وعندي 24 سنه. أبويا الأستاذ فرج مدرس رياضيات، وأمي ربة منزل، ومعايا 3 إخوات غيري، بنتين وولد. الكبيرة متجوزة ومخلفة، والصغيرة بتدرس في كلية تجارة، وأخ أكبر مني بسنتين خريج معهد فوق متوسط سياحة وفنادق، وهو ده اللي مدمر حياتنا ومورينا الويل ومبهدل البيت كله معاه، لدرجة أنه آخر حاجة عملها مسك أبويا ضربه ونزل على أمي بعصاية المقشة وضربها على رجليها. أخويا من وهو صغير تصرفاته طول الوقت غريبة وعدوانية. في المدرسة كان بيمسك زمايله بيضربهم، سواء اللي قده أو حتى اللي أكبر منه، والمدرسة كلها كانت بتخاف منه. في البيت كان بيضربني أنا وإخواتي البنات ويفرج علينا الجيران، وما كانش لا بابا ولا ماما بيقدروا عليه. أخويا عنيف جدا وعنده طاقة مش طبيعية، ومهما اتضرب يفضل يتشقى ويتنطط. ولما وصل أولى إعدادي كنا خلاص كلنا تعبنا منه ومن عمايله، وقرايبنا وجيراننا نصحوا أمي توديه لدكتور نفسي يشوف حالته. والكلام ده كان من سنين طويلة، وكان ساعتها الطب النفسي مش زي دلوقتي. المهم أمي خدته وراحت بيه لمستشفى حكومي. الدكتورة هناك قالت لها أنتي لسه فاكرة تجيبيه دلوقتي؟ وزعقت لماما جامد. أمي ساعتها استغربت وقالت لها الولد لسه في أولى إعدادي، فهميني بالراحة الولد عنده إيه، وكان المفروض أجيبه إمتى. وبسبب معاملة الدكتورة الوحشة أمي مشيت من عندها، وقررت إنها مش هتروح لدكاترة نفسيين تاني. أما أبويا فعشان هو راجل بسيط معرفش يدي الموضوع الاهتمام الكافي، لحد ما حالة أخويا اتدهورت على الآخر من بعد الإعدادية. لما كبر شوية كده وشد حيله اكتشفنا إن كل الشقاوة والمشاكل اللي فاتت ولا حاجة بالنسبة للمشاكل الجديدة اللي بقى بيعملها. أخويا يا سالي بقى بيتحكم في مين يجي عندنا ومين ما يجيش، ومين يخرج ومين ما يخرجش، مين رايح فين وليه وعشان ايه. ووصل لدرجة ان هو مش عايز حد يقرب من البيت، لا قريب ولا جار، ولو خالي او عمي حاولوا يزورونا بيكون سنة ابويا وامي سودة، ويفضل يضرب فيهم ويشتمهم قدام الجيران ويقول الفاظ وحشة ويفرج عليهم المنطقة والناس في الشارع تطلع عندنا. واكتشفنا انه بيسرقنا، بيسرق اي حاجة في البيت ويبيعها، وساعات بيسرق الفلوس عشان يصرف على الناس الغريبة، وكذا مرة يسرق هدومي ويقطعها، ولما أبويا يجيب له هدوم جديدة يروح مشحتها للناس في الشارع. لما نسأله هدومك الجديدة راحت فين يفضل يتوه في الكلام ويلبس أوحش لبس، وعلى طول فاضحنا في المنطقة. ده غير أنه ساعات بيفتكر مواضيع قديمة من 10 أو 15 سنة يعمل عليها مشاكل كبيرة، ويفضل يقول فاكرين لما عملته كذا وكذا، وفي الآخر يفضل يضربنا ويشتمنا. ولما أختي الكبيرة المتجوزة تيجي عندنا تزورنا هي وجوزها وعيالها بنفضل نحايله عشان ما يعملش مشاكل معاهم ما يفضحش أختنا، لكن ما فيش فايدة. وكل مرة بيمسك عيالها يضربهم ويغلس عليهم لحد ما يعيطوا، لحد ما في مرة ورا التانية ولاد أختي بقى عندهم فوبيا منه، لدرجة أنهم لو سمعوا صوته في التليفون بيرموا التليفون ويعيطوا. لما أختي تتضايق عشان عيالها يعلي صوته ويشتم جوزها
ويقول لها انا هطلقك منه. لا احنا محتاجين نتكلم. هو ده مرض صح؟ ده مرض ولا ايه؟ وايه نوع المرض ده؟ ايه نوع المرض اللي يخليه يعمل كده؟ وازاي حد بالحالة دي يكمل تعليمه، يخلص معهد فوق المتوسط ويكمل تعليمه عادي؟ تعالوا نكمل. وانا صغير يا سالي كنت بسأل نفسي، هو اخويا هيفضل كده على طول ولا هو تعبان وهيخف زي ما ماما كانت بتقولي؟ ومع الوقت بدأت استغرب ازاي هو بينجح في المدرسة عادي جدا رغم حالته دي، وازاي خلص اعدادي وثانوي ودخل كمان معهد، يعني المفروض فاهم وعارف هو بيعمل ايه. بس لغاية النهاردة بجد مش لاقي جواب. ساعات اتعاطف معاه واقول عليه مريض، وساعات تانية احس ان هو عنده ذكاء اجرامي وانه شخص ذكي جدا ومش عبيط، وارجع اقول ده حتى المجرمين والله مش كده، مفيش حد طبيعي ربنا خلقه بيأذي اللي رباه. طب أقولك على حاجة، أخويا ساعات عشان يغيظ بابا يروح المدرسة عند بابا، وساعات كمان يروح المنطقة التعليمية يتعرف على زمايل بابا ومديرينه ويشتري لهم نتائج وهدايا عشان يثبت لهم إن هو كويس ومحترم ويجيب العيب على أبويا. يعني ساعات كتير بيبقى عارف هو بيعمل إيه. حاولت أساعده، جبت له شغل وفعلا نزل الشغل، قعد 3 شهور وبعدين هو اللي ساب الشغل، ما طردهوش، ومحدش عارف صرف الفلوس اللي قبضها فين وعلى مين. طول الوقت جوايا علامات استفهام مش لاقي لها إجابة. وبالمناسبة لما أختي الكبيرة جت تتجوز كان أخويا في الأول مش باين عليه، خصوصا إن شخصية أخويا مش بتبان من أول مرة. وبعد كده لما جوز أختي بدأ يحس ويلاحظ إن أخويا في حاجة غلط، أختي ساعتها قالت له هو تعبنا من زمان كده. الفكرة دلوقتي إن جالي شغل من فترة في السويس وبقيت مسافر وسايبهم، كل شوية بسمع عن خناقة وشتيمة وضرب وبهدلة وأنا بعيد ومش عارف أعمل إيه. وأبويا وأمي كبروا ودخلوا على 60، وأختي الصغيرة مش حمل بهدلة هي كمان. أنا لما بشوف 2 أخوات ماشيين مع بعض بحس بزعل من جوايا على أخويا وحال أمي وأبويا. بدعي لأخويا ربنا يشفيه. بالله عليكم لو في حد من الدكاترة النفسيين ممكن يتبنى حالته، أنا نفسي يبقى كويس ويتعالج. في الأول والآخر ده أخويا، عمري ما أقدر أستغنى عنه أو حتى أتبرى منه. نفسي حاله يتعدل وأبويا وأمي يستريحوا من اللي هو عامله فيهم، ونفسي أخويا يبقى سند لينا أنا وإخواته البنات ونكون كلنا سند لبعض. قولوا لي أعمل إيه؟ قولوا لي أعمل إيه؟ طيب تعالوا بقى أقول لكم على حاجة. لحد هنا خلصت رسالة أحمد، رسالة محيرة جدا تخلي الواحد دماغه تلف. طب هو أخو أحمد ده مريض نفسي؟ طب هو بيعمل كده ليه؟ وإزاي قدر إن هو يكمل تعليمه عادي؟ طب ليه بقى يروح شغل باباه ويجيب لزمايله هدايا عشان يخلي صورته حلوة قدامهم؟ تعلي على باباك. طب لو مش مريض إيه مصلحته في إنه يضرب باباه ومامته؟ حد بيعمل كده ويبهدل إخواته بالشكل ده ويروح يجيب عصاية المقشة ويضرب بيها؟ هو عارف هو بيعمل إيه كويس قوي. طب ليه لما يجيبوا له هدوم جديدة يروح يدير الناس في الشارع حنين قوي؟ أسئلة كتير قوي وصعبة في حكايتك يا أحمد أنت وأخوك، بس هنحاول ولازم يكون في حل. استنونا بعد الفاصل. قصتنا النهاردة عن مدرس رياضيات بيتعرض للضرب والإهانة والشتيمة مش من واحد من تلامذته في المدرسة، لا من ابنه اللي بيضرب كمان أمه وباقي إخواته، مخلي حياتهم جحيم. القصة دي زي ما جات لنا كده على لسان أحمد أخوه الوسطاني، بيقول عنده أعراض عدوانية من وهو طفل خلته بيضرب زمايله في المدرسة. لما لاحظوا إنه في مشاكل والولد ده مشاكله عمالة بتزيد كل ما يكبر في السن، قرروا يعملوا إيه؟ يودوه لدكتورة نفسية في مستشفى حكومي. الدكتورة اتعاملت غلط مع الأم يعني، أو بشكل وحش بدل ما تساعدها، فقررت الأم إن هي ما تروحش تاني
لدكاترة نفسيين. كانت النتيجة إن حالة ابنها دهورت أكتر، بقى بيضربها هي وبابا وباقي إخواته، بيشتمهم، بقى مانع عنهم الزيارة، أي حد من العيلة ممنوع يخش، غير إن هو كمان بيسرقهم. لما أهله يجيبوا له هدوم جديدة بيديها للناس في الشارع، يفضل هو لابس هدوم مقطعة وماشي بيها كده. أحمد أخوه بعت يقول لنا إن هو بيتعاطف معاه وبيقول عليه ممكن يبقى مريض وهيخف زي ما ماما بتقول، وساعات تانية بيقول أنا حاسس إن هو عنده كمان ذكاء إجرامي وإن هو مش مريض أو مش فاهم هو بيعمل إيه. عشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور سارة الشقنقيري استشاري الطب النفسي عشان نشوف هنعمل إيه. ازيك يا سارة؟ أهلا يا أخبارك إيه يا دكتور؟ الحمد لله. إيه رأيك في القصة اللي سمعتيها؟ أو مؤخرا سمعتي إن في أولاد بيضربوا أهليهم؟ يعني سمعت عن الحكاية دي، بس هي مش يعني هو مش ترند إن الناس بتضرب أهليها. هو الولد ده إجابة على سؤال أخوه، يعني هو فعلا مش طبيعي. لا يعني أنا مش قصدي إن هو ترند مش طبيعي، عمرنا ما هنعممه، بس قصدي بتبدأ ببس يا ماما بقى، ما بتبدأش بزقة، ما بتبدأش بقفلة باب رزعة باب، ما بتبدأش مش عاجبه في المكالمة فيعلي صوته. بتبدأ بحاجات كتير وهي ليها درجات كتير. يعني الكيس اللي مبعوتة لنا النهاردة دي مختلفة شوية عن الكيسز اللي موجودة بشكل أكبر، بتاعة أنه شخص يعني سلوكه مش مظبوط قوي، أو يعني بيتعامل مع أهله بطريقة ما فيهاش أدب أو ما فيهاش احترام قوي. الكيس دي لا، دي كيس يعني بتدل لأنه هذا الشخص عنده حاجة اسمها اضطراب شخصية. أوكي؟ يعني ايه اضطراب شخصية؟ هقولك. هو في الطب النفسي في أنواع مختلفة من الأمراض النفسية. حاجة من الأنواع دي حاجة اسمها اضطرابات شخصية، ففي أنواع مختلفة من اضطرابات الشخصية. اللي عند الولد ده غالبا بناء على اللي مكتوب في الرسالة حاجة اسمها Antisocial Personality Disorder أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. لو هنترجمها يعني حرفيا، أو بيحب يبقى انتروفيرت أو قافل على نفسه يعني؟ لا، ولا هو إيه؟ هو من السمات بتاعت الشخصية دي العدوانية، التصرفات اللي فيها aggression، أو يعني ممكن يقل أدبه على حد، ممكن يتعدى على الآخرين. بس مش دي أي حد، لو حد ضايقه ممكن يعمل كده؟ لا مش اي حد. يعني لو اي حد شخصيته قويه مثلا يا ساره هيرد، يعني لو ضايقتي حد هيرد عليكي. لو لا، هو لو ضايقت حد يعني لو حد ضايق شخص فبيرسبوند. الناس هي اللي بتبتدي يعني المدرسه كلها هو بيضربهم من غير ما حد يضايقه. في شخصيات كده بيبقى، يعني غالبا الشخص اللي بيبقى لما بيكبر عنده اضطراب الشخصيه ده بيبقى من هو صغير عنده بوادر، وساعات بيتشخص إيه من هو صغير انه عنده حاجه اسمها conduct disorder او اضطراب سلوك. اوكي؟ بيعمل ايه؟ اللي موصوف في الرساله كده بيضرب اصحابه، بيسرق، بيعمل تصرفات. هو طفل يقدر يعمل كده؟ بيتعامل مع اهله بشكل عدواني، بيضرب اخواته في البيت، بياخد حاجات مش من حقه، بيعمل سلوكيات فيها يعني بيعمل كلاشز كتير مع الناس اللي حواليه من غير ما يحس بندم، من غير ما يحس بوازع من تأنيب الضمير انه انا ايه اللي انا عملته ده، انا زعلت ماما، انا زعلان ان انا بابا زعلان مني. ما بيبقاش عنده المشكلة دي خالص. طب وليه لما يلاقي حد مثلا حياته ماشية كويس يبقى عايز يبوظها له؟ يعني يقول لأخته انا هطلقك منه. في كده؟ ما هو ده نوع من انواع العدوانية، يعني انه بيبقى عايز يوجع الاخرين، عايز يعني يخليهم مش مرتاحين زي ما هو مش مرتاح. بالظبط. زي ما هو عايز يأذي وخلاص. طب يعني ايه ذكاء اجرامي؟ انه يبقى ذكي بس بيستخدم هذا الذكاء. يعني في ناس بتتخيل انه الشخص اللي عنده مشاكل نفسيه بيبقى عنده تاخر عقلي، او يعني بيلخبطوا بين الحاجتين. الحقيقه انه الاضطرابات النفسيه عامه ملهاش دعوه بالاي كيو. يعني في ناس كتير عندهم مشاكل نفسيه او امراض نفسيه او امراض بيرسوناليتي ديسوردرز وبيبقوا الاي كيو بتاعهم او الذكاء بتاعهم عالي جدا.
بس بيستخدم هذا الذكاء بشكل ضار. ما هو وده يعني كتير من المجرمين المعروفين في التاريخ اللي عملوا جرائم منظمه او السيريال كيلرز او الحاجات بيكونوا اذكياء جدا عشان يعرفوا يخططوا للكرايم بتاعتهم بطريقه ما يتكشفوش من اول مره. هم فعلا بيكونوا مش دريانين؟ لا يعني بيكون مريض ما هو نفسي؟ ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه. ثانك يو. في فرق بين شخص عنده مرض نفسي زي الذهان مثلا، ده بيبقى لما بيبقى في هذه الحالة بناء على تقييم طبيب نفسي يعني بروفيشنال يقدر يقيمه، ممكن يكون غير مسؤول عن أفعاله لأنه ما عندوش وعي، ما عندوش أويرنس. إنه بينسى يعني؟ لا بيبقى عنده مشكلة يعني بيدخل حاجات في حاجات، مش دريان أو مش فاهم أو شايف الدنيا بشكل مختلف عن الواقع، فبتخليه يعمل تصرفات هو مش مسؤول عنها، فده ممكن يعفى من المسؤولية. لكن الشخص اللي عنده اضطرابات في الشخصية، اضطرابات الشخصية، لا ده شخص واعي جدا وفاهم جدا هو بيعمل ايه ومسؤول تماما عن تصرفاته، فما ينفعش نشيل عنه المسؤولية بالدعاء انه اصله عنده مشكلة نفسية. يعني مش كل المشاكل النفسية بتعفي من المسؤولية. فالولد اللي مكتوب عنه في الرسالة هو مسؤول عن اللي هو بيعمله. إزاي؟ يعني هو دواعي؟ يتحمل المسؤولية بتاعته، يعني دواعي؟ ما ينفعش نعفيه من المسؤولية. هو بدأ هو عارف هو بيعمل إيه؟ إنه عارف إنه بيعمل إيه، عشان أنت بتقولي إنه مثلا زي ما بعت في الرسالة كده يا سارة بيفتكر حاجات من 10-15 سنة ويعاقبهم عليها. أيوه يعني هو كده واعي بيخطط وعارف. هو يعني هو كاتب في جزء من الرساله انه بيبقى بيتعامل بشكل لطيف مع ناس معينين علشان يحبوه ويكسب تعاطفهم فيعرف يشوه صوره والده قدامهم. يعني هو حد عارف هو بيعمل ايه. ليه الحركه بيخطط دي صحيح؟ يعني انا ليه بنط على بابا او هيكسب ايه؟ تفكيره رايح فين؟ ما هي بقى دي حاجات مش بتتعرف غير لو هذا شخص خضع لتقييم نفسي وعلاج نفسي. هل ده ممكن يخضع للأسف غالبا الناس اللي عندهم المشكلة دي ما بيروحوش يتعالجوا لأن هم مش شايفين إن هم عندهم مشكلة. بيروحوا يتعالجوا إمتى؟ لما ساعات بيبقى في consequences أو تبعات سيئة للتصرفات دي. زي إيه؟ إنه حد يتوفى بسببه أو كده؟ أو هو نفسه يتأذي أو هو نفسه يلاقي نفسه مثلا مش عارف يشتغل ومرفوض ومنبوذ ومش عارف يصرف على يعني لما ما اشتغل 3 شهور وساب الشغل ومشي. ليه بقى ده ما يتحملش مسؤولية؟ ممكن جدا يكون بيعمل مشاكل في الشغل، عنده بيعمل مشاكل مع مديرينه أو الناس اللي حواليه في الشغل. ممكن يكون مش عايز يشيل مسؤولية الشغل، ما هو بابا وماما بيصرفوا عليا أو بروح اللي بيضربهم بالظبط. ما هو المشكلة إنه ساعات الأهالي غصبا عنهم لأن ده ابنهم وتعاطفين معاه وبيحبوه مش عايزين يعني يأذوه، بيعملوا تصرفات بتعمل enabling للشخصية دي أو بتخليه يبقى enabled إنه يعمل إيه؟ enabled إنه to abuse them كمان بالزبط. عاطفيا إنه ببتزك عاطفيا بالظبط. فيبقى هو بيعمل كل ده ويروح يا إما يهددهم يا إما يتمسكن لهم يا إما يعني يأبيوز ذم بشكل ما، ففي الآخر هم يصرفوا عليه. في الآخر هم ساعات يكفر على صعبان علينا مشاكل هو بيعملها. يعني شفنا كتير ناس بالشخصية دي مثلا يروح يسرق من ناس فلوس وحاجات كده وبعدين أهله يروحوا يسددوا ديونه علشان ما يتحبسش. فللأسف وفي بيعملوا كده عشان مش عايزين فضايح، مش عشان صعبان عليهم، ممكن مش عايزين فضايح وممكن ابنهم في الاخر فهم بيبقوا قلبهم ضعيف ناحيته يعني. لكن دي حاجه من الحاجات اللي بنحتاج بقى نتعامل فيها مع الاهل ان احنا نفهمهم ان اللي هم بيعملوه ده. هسألك بقى يا سارة عن الشق النفسي وازاي الدكتوره اتعاملت كده، بس انا عايزه اخد مكالمه من احمد وانا مبسوطه ان هو معايا النهارده والاول مره حد او ممكن لا ثالث مره مثلا في قصه حقيقيه صح عشان ابقى فاكره كويس قوي انه حد يطلع معانا يكون بعت لنا قصة. وأنا بشكرك جدا أحمد. مساء الفل. مساء النور. أخبارك إيه؟ عامل إيه يا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله. أحمد أنا بشكرك جدا أنت بعت القصة
انا بشكرك برضو جدا، واثق فيك، لاني واثق فيك جدا يا استاذه سامي. على راسي، ويا رب بقد الثقه دي وربنا ينفع بينا الناس. ان قولي شاء بقى، انت الله. عندك كام سنه عندي 24، وهو عنده قد ايه اخوك؟ اكبر مني بسنتين، 26 سنه 26 سنه. من اللي انت بتحكيه ده بقى كله، بالظبط. عمرك ما وقفت له وقلت له حرام عليك ليه بتعمل فينا كده؟ وقفت كتير لدرجه، يعني هقول لك على حاجه، المواقف دي كتير اتكررت. يعني ممكن قبل الامتحانات يحاول يتخانق معانا او يعمل اي حاجه تشتت انتباهنا، بحيث ان احنا ايه ما نقدرش نذاكر او نقدر نعمل اي حاجه. يعني هو كان حتى بيخليك ما تعرفش تذاكر انت طبعا واخواتك، يلاقيكوا انا بتذاكروا او واخواتي، هتبقوا شطار، فيبتدي يعمل بقى اللي هو شغب في البيت. لان هو ممكن مستواه ضعيف شويه، فهو عايز يبقى يبان احسن مننا كلنا. طب باباك كان بيتعامل معاه ازاي ومامتك وهو صغير؟ بابايا مدرس رياضة، ويعني احنا كلية تربية ودارسين علم النفس، فاحنا عارفين نشخصه وعارفين نتعامل معاه. احنا بناخد حاجة اسمها علم النفس الطفل، وعلم النفس ازاي صعوبات التعلم، وازاي نحاول نغير مثلا الطفل من شخصية عدوانية لشخصية سيئة. بس ده احنا حاولنا معاه كتير، حاولتوا معاه بقى، عملتوا ايه بقى؟ يعني بابا حاولنا اول معاه ما بابا يعني. مثلا عمره ما مسكه وضربه؟ حتى انا نعم، بقول لك لاقصى حاجه ممكن تحصل، بابا عمره ما ضربه، ولا هو ضرب لا بابا ضرب، عشان بابا ضربه وهو صغير فهو شايلها له؟ لا 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 لا، بص ده انا بحاول بقى افكر بابايا، معاك ازاي، مع بابايا انه ده مثلا مش عذر. بيتعامل معانا كلنا واحد. يعني مثلا انا عمري بابا مثلا ما ضربني، لاني مثلا عارف ان احنا مثلا بنعمل حاجات صح. يعني بابا مدربنا اللي هو ايه، او مربينا على الحاجات الصح او الغلط، لدرجه ان احنا لو شفنا حاجه غلط ما نجيش جنبها. طب لما ضرب ماما بعصاية المقشة زي ما انت بتقول كده، ماما عملت ايه؟ اعتمد دي يعني، ما يعني عادتش تعيط برضه ابنها مثلا في الاول وتقول له وفي الاخر كده بتدعي كده عليه، ينفع بس تعمل في ماما؟ بتدعي عليه يا ابني اسمع، لا ما ينفعش تقول له كده تعمل في ماما كده، تحنن قلبه وتستعطفه. قلنا ده احنا بيعمل بابايا ايه بقى؟ ما نقول انا له عايزه اعرف قال الرياكشن. الله، نقول له قال الله قال الرسول وكل حاجه زي ما احنا متربيين ونعم كلنا. بالله. طب احنا كلنا كويسين، بس ده في مشكله غلط. طب هو كان بيضربهم ليه يا أحمد؟ هو عايز منهم ايه؟ يعني ايه السبب ان هو يضربهم؟ سبب اللي هو من هو صغير كده، تمام؟ بيضربهم ليه بقى؟ او بيعمل ليه كده؟ بيفتكر لك اي حاجه قديمه ويقعد مثلا ايه، يقول طب ليه ده عمل كذا؟ ده ليه عمل كذا؟ انتوا ليه جبتوا مثلا خير عندنا كذا؟ فالضرب دوت لو زمان كان اي حاجه مثلا تحصل كان بابا مثلا لا مش يعدي زمان يوم. يا احمد، الدكتور قصدها المره دي لما يضرب بالمقشه ضرب ليه، لانه بيتهيالي دي اكتر مره انت شفتها عشان تذكرها ان بالظبط، هو ضرب ده ماما وبابا، مش همه حد. ايه بقى اللي حصل ساعتها؟ ايه اللي عصبه قوي كده؟ ما اللي احنا عايزين عصبه نفهم ان بقى هو دماغه ايه اللي هو ازاي كان عايزه بابا او مثلا يقول طالبه. له انت عملت حاجه غلط، وهو مش عايز بابايا مثلا يقول له انت عملت حاجه غلط، وهو محدش دافع عنه من البيت يقول له لا ده يعني عايز حد يدافع عنه، هو غلطان عايز حد يدافع عنه. فهو ما دافعتش عنه، فراح بعد ما الموضوع خلص يقول لها انت ليه ما دافعتش عني وخليت مثلا بابا يضربني او يعمل اي حاجه فيا. بابا كان بيضربه جامد وهو صغير؟ ما بيضربوش، بابا مثلا شخصيه طيبه أحمد جدا، يعني بابا والله أكيد يعني هيبقى طيب، بس هقولك مش على حاجه حاجة، وحشه. مين بابا مننا مثلا يا احسن ابني، من أنا اب هقولك ما تدافعش، مين مننا ما اتضربش وهو صغير؟ عشان أكيد كلنا، عملنا مصيبة. بس أنا كلنا قصدي بنتعلم الادب هو يعني كان عشان نعرف بيضربه نصحح كتير غلط. أكتر منكم، لأن هو بيغلط أكتر منكم، فهو شايل الغل ده كله بأمانة. لا لا والله، طب هل هو بيتعاطى حاجة يا أحمد؟ شكرا. لا لا خالص بيسرق خالص. ليه لما هو ما متأكد بيتعاطاش يا أحمد؟ ما بيسرق؟ لأنه في حاجة اسمها، في حاجة مثلا في الناس اسمها ورقة السرقة، اللي هو السرقة مش عارف يجيب فلوس من الشغل بتاعه أو أي حاجة عشان يهدي بيها الناس، فبيضطر اللي هو ياخد فلوس طالما مانعين، احنا مانعين عنه الفلوس أو الكلام ده عشان ما يحصلش حاجة. أما اتمنع عنه الفلوس اضطر يشوف حلول بديلة اللي هو يقدر يجيب منها فلوس. طب انتوا عرفتوا منين ان هو ما بيشربش حاجة؟ عرضتوه على دكتور؟ لا ده اخويا يعني احنا قاعد معانا يعني اكتر اغلبيه الوقت شايفينه قصاد عينينا، مش لا هو بيشرب بينزل سجاير ولا بيشرب الشارع اي حاجه. ويقعد مع الناس ويبقى لابس هدوم مش نظيفة وقاعد بره البيت كتير، ممكن يكون اتلم على شلة مش كويسة، بيروح يديلهم الهدوم والفلوس عشان يشربوا حاجة؟ لا لا لا، ما فيش الشلل. احنا يعني حتى بص لو في اي حاجه احنا برضو بعيد عن اللي هو اصدقاء السوء او الناس دي. جوز اختك بيشتغل ايه؟ جوز اختي شغال في من، طب مش ينفع في اقول مكان، ولا؟ ما تقولش في مكان، قولي بس شغال ايه، وظيفته ايه عشان ما نعملش دعاية شغال لحاجة. في، طب المشكله وظيفته مرتبطه بمكان، لو ايه مرتبطه بمكان الوظيفه بتاعته.
مرتبطة بمكان يعني. طب أنا هبقى أعرف منك تحت الهوا. طب هو ما يقدرش يقفله؟ لا ما مش عايزين نتدخل يعني، هو برضو احنا مخلينا عشان الموضوع ما يكبرش يعني. هو كل ده الموضوع ما كبرش وعمال بيضايق عياله وجاب لهم فوبيا وبتقول اول ما يسمعوا صوته بيرموا التليفون، هو ما اتدخلش؟ اتدخل وبقول كلام بس الواحد ايه برضو، هو لان جوز اختي فبنحاول نبعد عن الموضوع وبنحاول نبين الدنيا كويسه مش وحشه قوي. بيحب مين يا احمد من العيله ممكن يسمع كلامه؟ مالوش حد بيحبه يسمع كلامه ويقول له كلمتين؟ نجيب له مين؟ والله كان في مثلا، كان في مثلا جدي كان يقول له يعني، كل الناس اللي كانت موجوده حوالينا كان جدي يقول له لا يا ابني غلط، عيب اللي انت بتعمله ده، او اي حد يعني يقول له مثلا الكلام ده يجي بعد كده يقول لنا انتوا ليه بتبلغوا بتشوهوا صورتي قدام الناس، طب ليه عملتوا كذا 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 كذا. لدرجه هقول لك على حاجه يا سن، كان في مثلا ممكن احنا العيله اللي هو طبعا مصر عادي يعني، اللي هو ممكن حد مثلا لو اختي موجوده ممكن يجي لها عريس من عيلتنا او اي حاجه. الناس عارفه، الناس يعني قالتنا عرفت اللي هو كذا، فلا الناس بتبعد. اختك عندها كام سنه؟ لا اختي اللي كانت اللي متجوزه دلوقتي، لا اللي هي اللي ما اتجوزتش، مش انتوا اتنين اختين؟ هو اختي عندها 21 سنه. 21 سنه وبيبعدوا اول ما يسمعوا؟ بالظبط كده. وهي بتشتغل ولا ما بتشتغلش ولا ما اتخرجتش لسه؟ لا لا ده هي لسه في اخر سنه في الكليه. طب انت رايك نفسك تعمل ايه يا احمد؟ انا نفسي في الاول وفي الاخر هو اخويا، وانا نفسي يبقى الاثنين سند لبعض، لاني حتى لو اخواتي البنات موجوده بس كل واحد يبقى ليها مصالحها، اللي هو خلاص اتجوز هتشوف مستقبلها مع حد تاني، يبقى الاخوات الولادين مع بعض يبقى سند، فانا نفسي اخويا يبقى كويس. لما انتوا تعرفوا ان هو ممكن يكون متشخص اضطراب او اضطراب في الشخصيه زي ما كانت دكتور ساره بتقول، ليه ما حدش فيكم وداه المصحه؟ خفتوا منه؟ مش عايز يتعالج زي ما الدكتوره قالت، مش عايز يتعالج يعني. هو حبيبي اللي بيروح مصحه ده بيبقى العلاج مش بمزاجه ومش بيروح ان هو يبقى عايز يتعالج، بس احنا لازم بنعمل كده. ما فكرتوش ان انتوا تاخدوا اجراء قانوني انه ده يروح يقعد في مصحه؟ ده ممكن يوصل لحاجه اكبر. قلنا له والله بابا قال له يا ابني لو في حاجه انا ما فيش مشكله، انا ممكن اصرف الفلوس كلها بس انت تبقى كويس. لا انتوا اللي متخلفين، انتوا المجانين، انتوا مش فاهمين اي حاجه. للاسف هو مش هيعترف ان هو عنده مشكله محتاجه علاج، لان مش هو اللي مضروش. بس مش لازم هو اللي يعترف يا ساره، انا قصدي يعني اهل احمد واحمد في قوانين بقى بالعافيه. انت بالعافيه انت مجبور دي في قوانين بت 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 يعني بتحدد امتى ينفع الاهل يدخلوا حد في المستشفى بالعافيه، مش دايما بتبقى بتنطبق على الناس اللي عندهم اضطرابات شخصيه. يعني دي حاجه عاديه ما تستحقش ان هو يبقى في مصحة؟ لا لازم يكون في مبررات محددة جدا. يعني حتى لو ضرب أهله لا؟ يعني على حسب. يعني في ضوابط قوية جدا حطاها يعني الأمانة العامة للصحة النفسية وكده، علشان مش أي حد يدخل أي حد مستشفى طب نفسي. أو منك طبعا، لأنه ممكن أي أهل تقول كده. بس أحمد أنت بتقعد معاهم كل قد إيه وبتسافر؟ لا يعني انا كنت قاعد معاهم مثلا السنه الاخيره ديت، انا اللي بعدت مثلا شويه عنهم اللي انا في الشغل بتاعي بعيد، بس باقي السنين كنت كلهم كنت معاهم على طول. وبقيت يعني لما انت سافرت ورجعت لقيته حالته ساءت اكتر ولا اتحسن شويه؟ من اول يعني المره اللي فاتت لما كنت في الاجازه كان في رمضان. الموضوع ده بابا قسما بالله يعني بيشكي منه، بيتخانق معاهم قبل الفطار، طلع بابا وراني خرابيش على رقبته. طب ليه يعني كده؟ لف ايه على رقبه بابا؟ من الضرب او هو بيضربوا بعض عشان خاطر يهدأ او ما يلمش ناس او حاجه، يطلع الناس كلها قبل الفطار تقريبا، كان فطار الناس عندنا. الضرب مبرح مش اللي هو بسيط او حاجه، ما بيهداش يعني. هو ممكن اللي هو بتاعت الخناقه او وطبعا قالوا لكم بقى في المنطقه ان ممكن يكون في حاجه، او ممكن يكون نوديه لشيخ او نوديه مش عارف ايه، في حاجه جواه كل حاجه والله عملناها. طبعا طبعا. طب ماما ما فكرتش تروح لدكتور نفسي تاني معاه؟ ولا ماما خايفه منه؟ راحت، لا راحت وجبنا حاجه اسمها يعني، كنت انا في الحاجات ديت كنت كان في دكتوره كويسه معايا في الجامعه قالت لي لازم كذا 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 يعني، برضه حاولت اتكلم بس ما بينتش قوي، لان احنا في الكليه بتاعتنا كان عدد قليل فما ينفعش اوضح المشكله اكتر. مش معنى بعت لنا احنا؟ بعت لان واثق فيكم والموضوع مش راضي يتحل، فانا عاوز برضه احل. فيعني
طب ولو احنا حاولنا نحل هتساعدونا؟ نعم هتساعدونا؟ اكيد طبعا. هي ما فيهاش غير ان هو لازم يقتنع. لا لا اكيد طبعا يا مايكل. فيها ان ماما وبابا يقعدوا، لان ده اكيد هيتعالج بالادويه ساره صح؟ هو اساسا بيبقى محتاج ثيرابي، وممكن لو في اعراض معينه محتاجه علاج دوائي. لما يجيب السكينه يبقى ساعات محتاج مهدئات اي جس. هو تقريبا عايز تعديل سلوك. تعديل سلوك. هيرضى يروح يا ابني؟ هيرضى؟ ندخل بقلب جامد؟ هو اتكلم معاك وقال لك ان هو هيرضى يروح العلاج نفسه؟ لا احنا عم نقنعه. انت هتعرف تقنعه يا احمد؟ اكيد طبعا. يعني انا استنى منك تليفون لفريق الاعداد ان انت تقولي اقنعتهم عشان نتدخل؟ ما فيش مشكله تمام. واحنا نبقى قدها، بس ما تقوليش هيعمل حاجه وفي الاخر ما يعملهاش. لا لا تمام. لا خلاص اتفقنا ونورتني وعلى راسي وتسلم لي يا حبيبي. ربنا يديك الصحه وطول العمر انت واهلك. ربنا يخليك يا حبيبي. ثانك يو. ميرسي يا باي باي. نزار اللي انا كنت بساله لك بقى الشق النفسي، وفي دكاتره نفسيين بيتعاملوا مع، والحمد لله ما نسيتش سؤال، في دكاتره نفسيين بيتعاملوا كده مع اهالي المرضى، او لو انا جايبه لك طفل تعبان يعني وانا ناقصاكي عشان تعملي معايا كده انه امه راحت وبتحكي لها وبتاع تعملها هو بطريقه. ايه اللي حصل بالظبط؟ مامته راحت معاه للدكتوره النفسيه قالت لها انت سايباه كل ده ليه؟ انت مش عارف ايه، واديت لها كلمتين وما فادتهاش بحاجه، والست جالها عقده ومش عايز تروح تاني. خفت؟ لا مش المفروض طبعا. يعني مش المفروض نتعامل كده ولا ده بيبقى الطب النفسي اللي ساعات ممكن يقول لك اصل من غير فلوس فخلاص كشف يعني بقى. لا بالعكس، على فكره في يعني في مؤسسات حكوميه، مستشفيات حكوميه فيها ومدارس فيها اخصائي نفسي. احنا كانوا بيجيبوا لنا ناس حتى عندنا في المدرسه، هو مدارس حتى لو انترناشونال او مش انترناشونال كانت بتقعد معانا تفهم نفسيتنا فيها ايه. لا بس اقصد كمان المستشفيات الحكوميه فيها دكاتره كويسين جدا، يعني الستاف اللي في المستشفيات بتاعت الحكوميه زي اللي في مستشفى الطب النفسي بتاعت القصر العيني او بتاعت عين شمس دكاتره كويسين جدا. بس انا مش عارفه بالظبط الاكسبيرينس او يعني المره اللي هي والدته راحت ده كان ايه بالظبط الملابسات او ايه اللي حصل يعني. بس يعني اكيد باللي سمعتيه كده ممكن ياخد وقت علاج قد ايه؟ لا للاسف الاضطرابات الشخصيه بتاخد علاج طويل، لان ده بيبقى جزء من تركيبه الشخصيه بتاعه الشخص. مينيمم اند ماكسيمم، يعني ممكن يحتاج ان هو يفضل على علاج نفسي طول عمره مثلا، يعني ما فيهاش، لان هو بيبقى محتاج تعديل في تركيبه الشخصيه نفسها. مش ممكن يبعدوني مع الدكتور نفسه بتاعه؟ ممكن جدا، ممكن كل حاجه. بس بنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ لا الدكتور هو اللي بيتعامل. كحماية للدكتور عشان لما انا جت دخل انها هدخلك واحده من التيم، بنعمل ايه ساعتها؟ لا الدكتور هو اللي بيتعامل، هو اللي بيبقى عارف ازاي يتعامل مع المريض بتاعه وازاي يحمي نفسه، يعني دي حاجات احنا بنبقى متدربين عليها بقى وبنبقى عارفين نعملها ازاي. لكن المهم ان احنا سواء هو يعني فعلا كان عايز يتعالج والتزم وتعالج، ده يكون حاجة كويسة جدا، يا ريت ده البست كيس سيناريو. طبعا لو هو ما عملش كده يبقى الحل التاني على طول هو ان الناس اللي حواليه يتعلموا ازاي يتعاملوا معاه وازاي يحموا نفسهم منه، يروحوا هم ثيرابي بالظبط، ويحطوا باوندريز كويسه بينهم وبينه، ما يبقوش بيعملوا السلوكيات اللي احنا قلنا عليها من شويه انيبلنج دي، ان هم يكونوا بيساعدوه من غير ما يقصدوا على ان هو يتمادى. يعني الفيرست البست كيس سيناريو ان هو شخصيا اللي يتعالج. لو ده ما حصلش يبقى الاهل بيبقوا محتاجين بلان بي بقى، او الخطه البديله انه الاهل هم يحتاجوا. بالظبط. هسالك سؤال وهسيب لك الكاميرا تقولي اي حاجه على بالك للاهالي. المفروض تعديل السلوك او امتى ابتدي اشوف انه ابني محتاج ثيرابي؟ من سن كام الاهالي تبدا تعمل كده؟ و قولي بقى اللي انت عايزاه لكل الاهالي وكل بيت. لا هو من اول من يعني من بدري جدا، لانه في دلوقتي دكاتره نفسيين متخصصين في الطب النفسي للاطفال، يعني في تشايلد سايكايتري، وفي ناس مؤهلين جدا ان هم يتعاملوا مع الاطفال. فمن يعني من اول ما الاحظ ان انا ابني عنده اي مشكله انا مش فاهماها او مش عارفه اتعامل معاها. مشكله زي ايه يا سارة؟
مشكلة في السلوك، مشكلة في التعامل مع الآخرين، مشكلة بتظهر سواء في تعامله معايا أنا في البيت أو في تعامله لما نزله المدرسة أو حتى الحضانة أو المدرسات، ملاحظين عليه أي سلوكيات مش يعني هم مش فاهمينها، يضرب، يبقى عدواني، يبقى عنيف، يبتدي يبقى جوه غل، كل حاجة. مش بس الحاجات دي، سواء يعني أو انطواء بالظبط، ممكن يكون انطوائي، ممكن يكون مش عارف يكوميونيكيت أو يتعامل مع الأطفال في سنه، يعني في أشكال كتير قوي من السلوكيات بيلاحظها يا إما الأهالي يا إما المدرسين يا إما بتبان على الطفل في التعامل مع الأطفال اللي حواليه. ما فيش أي مشكلة خالص إن الأهل ياخدوا الطفل ويعرضوه على دكتور نفسي متخصص طبعا. في الأطفال، وهو اللي هيدلهم، هيقولهم إن الحاجة دي محتاجة علاج ثيرابي ولا دي حاجة طبيعية ولا إيه، هو اللي هيعرف يأسس ويفيدهم أكتر. فمن يعني as early as possible يكون أحسن، لكن it's never too late. يعني فيش حاجة اسمها عمره ما الوقت أنا ما تدخلتش يبقى أنا اتأخرت يبقى ما فيش فايدة. وقت ما أنا أكتشف أو ألاحظ إن في حاجة أنا محتاجة أعملها أبتدي دلوقتي. فيعني في حاجة تانية كمان عايزين نقولها، إنه الأهالي محتاجين إن هم يفهموا إن هم ما يقعدوش دايما يلوموا نفسهم والمجتمع يلوم على الأهل، إنه لما يبقى في أي مشاكل في السلوكيات بتاعت أولادهم، لأنه الشخص هو مسؤول عن نفسه. يعني ياما أهالي كتير كانوا كويسين وعملوا أولادهم على قد ما يقدروا بالشكل اللي هم شايفينه صح، واستل الأولاد دول كان عندهم مشاكل، تقعد تقولك أنا أكيد اللي عملت فيه كده، أنا أكيد مش عارف إيه، أنا كفودة موجودة أكتر وأسيب شغلي. والمجتمع بيلوم على أهله وهم ما عارفوش يربوا، وهم مش شرط. يعني إحنا محتاجين نعفي برضو الأهل من الإحساس، لأن كفاية عليهم إن هم أوريدي قلبهم موجوع على ابنهم إن هو عنده مشاكل. أقولك على حاجة، أنا بجد بقول في الحاجات دي، لأنه اللي بيعيب بيبتلى. يعني أنا مثلا دايما يقولك لما تشوفي ابن صاحبتك مثلا بيعمل كده، هو معقول الولد سايبينه كده؟ بتبتلى. أنا بشوف إنه ده مش بمزاجنا، أو مش إحنا اللي بنربي، سبحانك يا ربي هو اللي بيربي، هو اللي بيحمي، هو اللي بستودعهم عنده، هو اللي قادر إنه يرجعهم لي سالمين، مش أنا مهما خدت بالي. ركبتهم أحسن بس وجبت أغلى سواق للبص وديته أحسن المدارس، هو ده اللي هيرجعهم سالمين غانمين. الدعاء وإن أنا أقعد أباشر وأخد بالي، وإن أنا أكون صاحية وأقول it's never too late، أو عمره ما هيبقى متأخر زي ما حضرتك قلتي، صح؟ بالظبط كده. نورتين يا سارة. Thank you. مشكورك جدا. ميرسي خالص. استنونا بعد الفاصل، محتاجين نتكلم شوية. عارفين ايه اصعب حاجة في المرض؟ انه بيخلي المريض يبقى عبء على كل اللي حواليه. عشان كده ناس كتير بتدعي ربنا انها تموت قبل ما تعيا، تخيلوا، قبل ما يبقوا محتاجين للي يسندهم ويساعدهم، بيخافوا. كل ده واحنا بنتكلم عن المرض العادي اللي هو بياخد من طاقتنا او ما بنبقاش زي قوتنا زي ما هي، بس بيكون عقلنا واعي وسليم، عارفين احنا بنقول ايه وبنعمل ايه. ما بالنا بقى بلما مرضه ممكن يأثر على نفسيته او على تفكيره او يخليه مش واعي لتصرفاته، لدرجة انه ممكن يمد ايده على بابا ومامته، تخيلوا. احمد انا عايز اشكرك انك بعت الرسالة، thank you، لانه برغم كل اللي اخوك بيعمله قلت في رسالتك انا نفسي ان هو يبقى كويس ويتعالج، ما زعلتش منه، ما كرهتوش، انت جدع. في الأول وفي الآخر هو أخوك، وبتقول عمري ما أقدر أستغنى عنه أو حتى أتبرى منه. أحمد، حاسة بكل حاجة أنت بعتها، متخيلة حجم المأساة، أنا هقولك مأساة اللي أنت عايش فيها، متخيلة كمان أنت زعلان يا حبيبي على باباك ومامتك، وواضح وأنت بتكتب القصة بتاعتك أنت زعلان قد إيه وخايف عليهم، متضايق إن هما بيتبهدلوا كده، هما كبار وتعبوا معاكوا وربوكوا. لازم كلكوا تقفوا مع بعض في علاج أخوك، شيلة تقيلة جدا. بس هقولك على حاجة، أرهنك وأنا قد الرهان ده، إنه مفيش بيت من غير حد سبب تعب البيت كله. بتلاقي واحد
يعمل مشاكل، يخلينا قلقانين عليه، يخلينا مش عارفين نعمل ايه. انتوا عارفين انه ممكن لو اهلك بدأوا يلينوا في الكلام معاك، يعني ايه يلينوا؟ يعني بدأوا ان هم وهم بيتكلموا معاك خايفين لا تزعل او تتقمص او ما تجيلهمش او ما تقعدش معاهم زي الاول، ده نوع من انواع العقوق. ما كنتش اعرف المعلومه دي، لما قريتها استغربت. عارف يعني ايه اهلي عايزين يتكلموا معايا فبيحسسوا على الكلام ويختاروه؟ ده عقوق. يعني ايه تمد ايدك على اهلك حتى لو مش واعي؟ احمد انت لازم تقف جنب اهلك، ومقدره جدا ظروفك وان انت بتشتغل في السويس وان انت بعيد، بس هي ما فيهاش. لازم كلكم تقفوا مع بعض، ومش هتحصل في يوم وليله، ولازم دكتور نفسي ولازم علاج نفسي ولازم نفهم فيه ايه، ولازم حد يكلمه بالحسنى، ولازم يبقى ليه كبير. بس بجد اقول لكم على حاجه، انا خايفه الجينيريشن اللي جاي او الجيل اللي جاي اللي بيطلقوا عليه جينيريشن زي اللي هو الالفينات فما فوق صعبين. وانا بيتهيألي انا عامله الحلقه دي عشان كده، مش عشان جيل احمد اللي خلص معهد او خلص جامعه، ده عشان الاجيال اللي جايه. بشوفهم بيكلموا اهاليهم بطريقه صعبه جدا وما تنفعش، وفاكرين ان دي لذاذه، او يتريق لما يقفل مثلا التليفون مع اهله. هترجعوا تندموا قوي كمان. ابعتوا لنا قولوا لنا زي ما قلت لكم كده، انا كسبت الرهان ولا خسرته؟ انه انا في حياتي طول ما انا عايشه كده في شغلانتي 15 سنه ما شفتش بيت من غير واحد تعب البيت كله، واحد عامل كوارث. ابعتوا لي وقولوا لي عندنا هنا يعني في صفحتنا في قصه حقيقيه، وهستناكم في حلقه جديده وقصه جديده، بس تكون قصة حقيقية، وأنا هقرأ كل الكومنتس بنفسي. باي باي.